أسفر الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع شركائها الاجتماعيين في إطار التشاور للخروج من الأزمة الاقتصادية أسفر عن وقف خفض رواتب الموظفين والبحث عن حلول أخرى بديلة. تمكنت الدولة من توفير الأموال لمواجهة الوضع الاقتصادي الخانق، وفي غضون ذلك تسعى الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى مواصلة الحوار والتفاوض من أجل التواصل إلى أرضية مشتركة للخروج من الأزمة. وفي هذا السياق فتعد الزميل خالد موسى الحاج الورقة التالية. عقد رئيس الوزراء فهيمي باداكالبير اجتماعا مع أعضاء الإطار الوطني للحوار الاجتماعي واللجنة الفنية الثلاثية. الاجتماع ناقش السبل التي من شأنها أن تسمح للحكومة بتوفير الأموال من أجل مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن. فمنذ العام الماضي اتخذت الحكومة 16 إجراء تقشفيا من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، من بين هذه الإجراءات خفض علاوات الموظفين بنسبة 50% وتجميد الآثار المالية المترتبة على الترقيات، فضلا عن وقف الالتحاق بالوظيفة العامة. هذه الإجراءات سمحت للحكومة بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم، غير أنها أخفقت في جوانب إدارية أخرى، إذ لم تتمكن على سبيل المثال من معالجة المسائل الصحية داخل المستشفيات والمراكز الصحية أو توفير مقاعد ومعدات دراسية داخل المؤسسات التعليمية. وبرغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن الأمور ظلت كما هي. لذلك انطلقت المفاوضات بين الإطار الوطني للحوار الاجتماعي واللجنة الفنية الثلاثية بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة تسمح بتوفير بعض الأموال من رواتب الموظفين. وفي السياق ذاته التقت الحكومة بشركائها الاجتماعيين تحت مظلة الإطار الوطني للحوار الاجتماعي لمواصلة الحوار. وقد رفضت النقابة جملة خفض رواتب الموظفين الذين هم بالأصل يرزحون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، ودعت النقابة الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى يمكن عبرها توفير الأموال، خاصة عملية التدقيق في الشهادات، تقليل عدد الوزارات، وتنظيف ملف كشوف المرتبات. رئيس الوزراء فهيمي باداكالبير الذي أشاد بمستوى الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة قال إن الوضع الاقتصادي للدولة يتطلب حلا ناجعا يأخذ في الاعتبار التزامات تشاد تجاه المجتمع الدولي. عقد مساء أمس وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر الفضل اجتماعا ضم الفاعلين الاقتصاديين بهدف التشاور حول العديد من القضايا ذات الصلة بتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. إشراق عبد الله. يأتي هذا الاجتماع الذي جمع وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل مع كل من الفاعلين الاقتصاديين ومسؤولي الضرائب وجمعيات المجتمع المدني والتجار وناقلي البضائع، وذلك بهدف إيجاد الإشكاليات التي تواجههم أثناء العمل وكذا زيادة إيرادات الدولة. وبهذه المناسبة تحدث الفاعلين الاقتصاديين بأن هنالك عدة صعوبات فيما يتعلق في نقل البضائع وكذا ارتفاع رسوم الجمارك، وحيث استمع الوزير إلى شروحات مفصلة جلها تنصب في كيفية إيجاد حلول ناجعة لها. حصة ده أول اجتماع لنا، أي كوربوراسيون مشاكل حقها أورا، لكن شغل الوحيد نقدر نأكد لكم هنا عن برمانس ناس أنا فرص دا بيو ورجيدة قايدين ما يقدر يجول أيو بكار فين جمان هنا قاعدين نمرو قاعدة كان نادوتو يعني أفهموك في البداية ده ما يقى صاحي بدور شغل بدور يروديشيا ما كان نادوتو في نمرو قاعدة فرص مرس فرص دابي وروجي قاعدين ده بكان الوطير هناك واقف ده أورو تشوفو يمشو كان بوليس قاعد يقربو كان جندرم قاعد يقربو كان يادو قاعد يقربو da amur indum awal komandan hana forza gale haji asama ya haji indum amur bakan nanim ga yakulu tajir wala ga yakulu shabi wala shun kan nadu simiu forza disponible gaida yemshi yakulu nanim. ونذكر بأن الاجتماع شارك فيه كل من وزير الاقتصاد التخطيط التنموي ووزير المناجم التنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص، فقد أشاروا بأنهم على أتم الاستعداد لمناقشة ووضع استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد. وفي سياق متصل قدم ظهر اليوم المدير العام لوزارة المالية والميزانية عبد الله بحر بشر حديثا صحفيا
بمقر الوزارة بهدف شرح قانون المالية الجديد للعام الحالي 2018 للمواطنين، الذي يحتوي على تخفيضات تخص الضرائب والسجل العقاري وتقديم خدمات اجتماعية في قطاعي الصحة والتربية الوطنية. نستمع إلى جزء من حديث المدير العام لوزارة المالية عبد الله بحر بشر في ميكروفون الزميل هارون أبادة. زي ما تعرفوا قانون المالي هنا 2018 ده وافقوا للبرلمانيين وقال الرئيس الجمهورية، والقانون ده عند بنادو إنوفاسيون شغل جداد كتير عنده شغل جداد عنده في الوادي فينانس 2018 ده، خاصة بخصوص للتشاديين الما عندهم موين كتير للفي هنا، وفي عندنا ديسبوزيشن آخرين في الوادي فينانس ده أكسي هنا كيف التشاديين يلقوا التراب اليوم، يعني تدور تأرجستري للترين ولا تدور تبيع ترين توسا ده غاسي بلين، وحكومة في الوادي فينانس ده دلة دروات دانرجستري ما ده كل دلة وفاسيليتي كريه كتير لش يعني تشاديين وتشاديات يلقوا أكسي هنا تراب. والآخر بورو بنادو ERPP ERPP ده صادر إمبو هنا ريفيني نادمال ما غروس الشيء يعني ما بشيلو منه كتير دل إمبو زيف ده هنا الوادي فينانس، وأنا ندور نوريكم هني قاعد نسمع كلام كتير فيه اللي وبقولوا الغاز هنا 6 كيلو كل ودو ب 4 ميل بحجو كتير، لا كلام ده ما صحيح، كلام ده ما صحيح. غاز هنا 2 ميل ده أول غاي نبوه ب 2900 فرن بري أوفيشال غاي ب 2900 فرن، مكان مشيت تبيع غاز هناك ده يشيلوا منك 3000 فرن 1000 فرن 200 فرن ده ماشي وين نادم كسال ما في أنا كل شيء بنا بدل شغل الناس غاي يكفوه يمشي بوش آخر ده قلنا خليه يجي في تريزور عشان ده بس وينما نعرف شغل آخر زيدنا كما في وبري هنا بنزين ده كان تشوفوا اليوم كاميرون كان تشوفوا دول المجاورة لتشاد دول دول كله بري هنام ده يعني فوق من هنانا كم بترول حقنا تيهت وهنام فوق ده بترول حقنا ماشي لهم هم علينا قلنا كيف عشان علينا نسيبانسيوني لبي آخرين عشان ده بس ليجر أغمانتاسيون كله سوينا من الأبجكتيب غلوبال هنان الواد فينانس ده نكريي اسباس بجيتير بورك تشاديين الناس فوايي الما عندهم يعني أكسي كتير للغروس مشي هذا كل مجال يلقو عشان نلقو ننتم علمي وطاب يمشي أوبيتال ويعلم يقدر يرسلو في أكل